هنكمل اليوم الدرس بين بعد بين نقطة ومستقيم. النتيجات اللي لازم نحققها في هاي الجزء من الدرس إن نعرف إيجاد البعد بين مستقيمين. شرط عشان أقدر أوجد بعد بين مستقيمين إنهم يكونوا متوازيين. إذا من هاي النتاج متأكد إني أنا لازم بالأول أثبت إنهم متوازيين وبعدين أبلش على إني أوجد البعد بيناتهم. مثلاً إجا أعطاني صاد يساوي 2 سين زائد 5 وأعطاني 4 سين ناقص 2 صاد يساوي 7. هذا مثال 1 صفحة 56. هلا بداية أنا عندي صاد تساوي 2 س زائد 5 و 4 س ناقص 2 ص يساوي 7. علمتكم كيف إن المستقيمين متوازيين لازم يكون ميل الأول يساوي ميل الثاني. إذا أنا بالحالة الأولى بدي أثبت إنهم متوازيين لأنه زي ما عرفنا ما بقدر أوجد البعد بيناتهم إلا إذا كانوا متوازيين. كيف بدي أعرف إنهم متوازيين؟ ميل الأول اللي هو معامل س على معامل ص. معامل س 2 المستقيم الأول ميله معامل س 2 على معامل صاد 1، وانتبه لازم س بجهة وصاد بجهة تانية. هلأ بالنسبة للمستقيم الثاني صاد وس بنفس الجهة، فبنقل واحدة فيهم على الجهة الثانية، ننقل صاد هون بتصير عندي 4 س تساوي 7 زائد 2 صاد، لأني نقلت معامل س السالب للجهة الثانية فبصير موجب. معامل س 4 على معامل صاد 2 فبطلع عندي الميل يساوي 2 برضو. إذا المستقيم الأول ميله 2، المستقيم الثاني ميله 2، إذا متوازيين. إذا أنا بالخطوة الأولى بكتب للمس إنهم متوازيين، فإذا بقدر أوجد البعد بيناتهم. إذا مش متوازيين مس ما بقدر أوجد البعد بيناتهم لأنه رح يتغير البعد. هلأ ليه المتوازيين بقدر أوجد البعد بيناتهم والغير متوازيين لا؟ هلأ المتوازيين إذا لاحظت البعد بيناتهم هون أو بهذا الجزئية أو بهاي الجزئية أو بهاي الجزئية بضلوا ثابت لأنه المستقيمين عم يمشوا بنفس الخط. هلأ لو كان المستقيمين غير متوازيين، إذا لاحظت البعد بيناتهم بهاي النقطة بيختلف عن البعد بيناتهم بهاي النقطة، بيختلف عن البعد بيناتهم بهاي النقطة، ولما أمدوا أكتر رح يلتقوا رح يبطل في بعد بالمرة. فعشان هيك أنا ما بقدر أوجد البعد بين مستقيمين سوري إلا إذا كانوا متوازيين بالبداية. هلأ خلينا نكمل كيف بدي أوجد البعد بيناتهم. إحنا تعودنا نوجد البعد بين نقطة ومستقيم، فأنا بثبت مستقيم على إنه مستقيم. مثلاً بدي أثبت 4 س ناقص 2 ص يساوي 7 إنه مستقيم، وبدي أعمل المستقيم الثاني نقطة. طب كيف يا مس بدك تعمل المستقيم الثاني نقطة؟ افرض س صفر، حط محل س صفر، فبصير ص تساوي 2 ضرب 0 زائد 5. مس عادي أفرض رقم ثاني، عادي تفرض رقم ثاني، فبتطلع عندك 2 في 0 0 زائد 5 ص تساوي 5. فإذا صارت عندك النقطة 0.5. إذا أنا رجعت للدرس الماضي إنه صار في عندي نقطة ومستقيم. في حدا تاني ممكن يجي يسألني مس طب إذا أنا فرضت النقطة هون والمستقيم هون حلها، وإنت رح تجاوب حالك إنه رح يطلع نفس الجواب. بتمنى إنه اللي عنده شك إنه ممكن ما يطلع نفس الجواب يحلها، يفرض إنه هاي هي النقطة وهون يخليه مستقيم ويبعث لي الحل تبعه إنه رح يطلع معاه نفس الجواب. هلأ إذا عندي أنا هون صار سين واحد صاد واحد، ومن هون بطلع ألف وباو جيم. لا تنسى إني عشان أطلع ألف باو جيم لازم أجيب السبعة هون، بصير عندي 4 سين ناقص 2 صاد ناقص 7 تساوي 0. تمام لهون رح أضطر أمحي اللي فوق عشان أحل المسألة، فبتمنى تكونوا عملتوا كابتشر للصورة أو نقلتوها. هلا انا معي سين واحد ومعي صاد واحد. الف تساوي 4 اللي هي معامل سين، باء تساوي سالب 2 اللي هي معامل صاد، وجيم تساوي سالب 7 اللي هي الثابت. سين واحد اللي هي 0 وصاد واحد اللي هي 5. المستقيم او البعد بين نقطه ومستقيم مطلق على جذر ألف س
سين واحد زائد باء صاد واحد زائد جيم. ألف تربيع زائد باء تربيع. ألف أربعة ضرب سين واحد صفر، زائد باء خمسة، باء سوري سالب اثنين ضرب صاد هي اللي خمسة، جيم سالب سبعة على ألف تربيع اللي هي أربعة تربيع ستاش، زائد باء تربيع اللي هي خمسة، سوري أنا مركزة، باء تربيع تساوي أربعة، مركزة على إنه باء خمسة مش عارف ليش. هلا أربعة بصفر صفر بتروح، اثنين في خمسة سالب عشرة زائد سالب سبعة على عشرين تحت الجذر، سالب وسالب بجمع لأنه نفس الإشارة، سالب سبعتاش مطلقها سبعتاش على جذر العشرين. بتمنى تحلوها بالطريقة الثانية زي ما حكيت لكم، إنه افرضوا المستقيم الثاني هو النقطة والمستقيم الأول خدوه كهو مستقيم، بعتولي الحل وتفرجوني حلكم. بالنسبة للواجب لأنه ما رح يعني الفكرة هاي رح تكون واضحة جدا، بتمنى تحلوها وتفهموها وتبعتولي حلكم، وبتمنى تحلوا سؤال خمسة، سؤال ستة، وسؤال تسعة. سؤال تسعة فكرته هلأ رح نشرحها، رح أشرح مثال على فكرة سؤال تسعة ونعرف كيف أحله. جد البعد بين النقطة سين فاصلة سالب أربعة والمستقيم ثلاثة سين زائد أربعة صاد ناقص خمسة يساوي صفر. هون أنا ما بدي أوجد البعد، سوري، هون إذا كان البعد بين النقطة سين تساوي والمستقيم، البعد بيناتهم ثلاث وحدات يساوي ثلاث وحدات. لحد هون أنا إذا كان البعد بين النقطة سين وسالب أربعة والمستقيم ثلاثة سين زائد أربعة صاد ناقص خمسة يساوي صفر، جد سين يعني هو بده قيمة سين، أنا معطيني البعد بيناتهم ومعطيني المستقيم وطالب مني الثابت اللي هو هون سين شو قيمته. هلا أنا بكتب قانون البعد اللي هو ألف سين واحد زائد باء صاد واحد زائد جيم على جذر ألف تربيع زائد باء تربيع. نرجع للحل، أنا سين مش معي مجهولة، صاد معي هي صاد واحد، إذا صاد واحد يساوي سالب أربعة، ألف ثلاثة باء أربعة جيم سالب خمسة، إذا أنا معي كل الثوابت ما عدا سين واحد، وهي البعد بعوض زي كأنه معادلة بدي أعوض فيها وأوجد المجهول. البعد عندي إياه ثلاثة، ألف معي إياها برضو ثلاثة، سين واحد مجهولة زائد باء معي إياها اللي هي أربعة ضرب صاد واحد اللي هي سالب أربعة زائد جيم اللي هي سالب خمسة على ألف تربيع اللي هي ثلاثة تربيع تسعة زائد باء تربيع اللي هي أربعة تربيع اللي هي ستاش. عندي ثلاثة، ثلاثة سين واحد زائد أربعة في سالب أربعة زائد سالب خمسة على تسعة زائد ستاش. بتمنى لحد هون أنا أعطيتك الفكرة، وقف الفيديو حل حالك شوف شو عندك نقاط مش فاهمها وارجع كمل الفيديو وحاول استوعبها. طول ما أنت عم تحضر تكامل من غير ما توقف الفيديو من غير ما تفهم ما رح تعرف تحل صح. وقف لحد هون حلها لحالك، طلع قيمة سين واحد وارجع تأكد إذا حلك صح ولا غلط. إذا أنا المجهول عندي هون سين واحد، ثلاثة يساوي ثلاثة في سين ثلاثة سين، أربعة في سالب أربعة سالب ستاش ناقص خمسة طبعا لا ننسى المطلق على تسعة زائد ستاش اللي هو
جذر 9 زائد 16 اللي هي 25 جذرها 5، بضرب ضرب تبادلي بيطلع عندي 3 في 5 15 تساوي 3 س ناقص 3 س ناقص 16 وناقص 5 ناقص 21. هلا انا رح اكتب اشي وانتو رح تجاوبوني عليه بعد الفيديو، يساوي 15، او انتو جاوبوه واحكوا لي اذا جاوبتوه صح ولا لا. هلا انا هون رح اكتب يساوي 15 ورح اكتب سالب 15. ليش؟ ليه مرة كتبتها موجب 15 وليش مرة كتبتها سالب 15 مع اني انا ما اخذت جذر؟ فكرتوا؟ لانه انا كان عندي مطلق مس، انا المطلق ممكن المطلق اللي كان جوابه 15 ممكن يكون كان 15 وضله 15، ممكن يكون كان سالب 15 وطلع منه 15. اذا انا ضروري اخذ الاحتمالين ضروري اخذ الاحتمال اللي لما كان موجب وضل موجب ولما كان سالب وصار موجب. بجمع 21 بجمع 21 36 تساوي 3 س على 3 على 3 س يساوي 12. اللي جاوب السؤال ليش اخذت الموجب والسالب صح يبعث لي انه فهمه وجاوبه صح. زائد 21 زائد 21 بروح 21 ناقص 15 6 ويساوي 3 س على 3 على 3 س يساوي 2. ارجع خد دقيقتين من وقتك عوض. ارجع خد دقيقتين عوض مرة س تساوي 2 ومرة س تساوي 12 بالمعادلة وتأكد هل فعلا بطلع معك يساوي 3 وحدات وحل الواجب. وإذا عندك أي استفسار عاشر أو أي سؤال فيك تبعت لي. وبرجع بأكد اللي عرف ليش موجب وسالب قبل لأنا أجاوب لأنه المطلق بيعطيني مرة موجب ومرة سالب يبعت لي. وشكرا لكم.